طبعا معانا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف برحب بحضرتك. خيرات كابتن عمر، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناه الاهلي، اهلا وسهلا. طبعا كابتن خطيب كان متواجد اليوم في تدريبات الفريق، وزي ما حضرتك عارف واحنا عارفين انه قطع الرحله العلاجيه. دور الكابتن خطيب مع اللعيبه ومع الجهاز الفني كان في جلسه زي ما احنا عرفنا، لكن حابب اسمع من حضرتك ابرز ما جاء في الجلسه اللي كانت ما بين الكابتن خطيب رئيس الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. تعرف كابتن عمر، يعني وانت لعيب كوره وابن النادي، انه النادي الاهلي منظومه شديده الانضباط والرقي، وكل حد بيعرف دوره فيها بشكل منتظم جدا. عوده الكابتن محمود الخطيب بعد ما الحقيقه قضى فتره نقاهه لمده اسبوعين، المفترض ان هو يخضع لرحله او لمرحله علاج سلبي وراحه سلبيه، الحقيقه يعني هو كان حريص على انه يزور النادي اليوم بعد وصوله مساء امس في ساعه متاخره من الامس. زي ما حضرتك تفضلت، عقد الاول حضر جانب من التدريب، وبعدين الحقيقه كان عنده مجموعه اجتماعات كده في النادي، ثم التقى لجنه الكره، ثم كان حريص على الاجتماع الحقيقه بلاعبي الفريق الاول والجهاز الفني للتاكيد على انه زي ما بنقول لكل جواد كبوه، يعني او انه لكل كبير كده ربما تراجع بعض الشيء، لانه كل مستوى مرتفع لنادي كبير زي النادي الاهلي طبيعي جدا يا كابتن عمر انه يعقوبه نوع من الاسترخاء، نوع من التراجع. المهم ان هذا التراجع او هذا الاسترخاء ما يستمرش لفتره طويله، وده هنا بقى يعني روح الفانيلا الحمراء وشخصيه البطل زي ما بنقول. كابتن محمود الخطيب ملء الثقه في الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وكان حضوره النهارده مع لجنه الكره للتاكيد على هذه الثقه اللي بيوليها اياهم، والتاكيد على انه جمهور الاهلي بينتظر منهم الكثير وتعويض بعض الخسائر اللي فاتت، خصوصا ان احنا مقبلين على يعني مباراه مهمه في دوري الابطال الافريقي. كمان كابتن الخطيب كان حريص على انه يسافر يشوف المباراه، علشان كده ربما قرر انه يسافر مساء الغد لحضور جانب من التدريب والمبيت في برج العرب وحضور المباراه يوم الجمعه ان شاء الله. فالحقيقه الامور كلها على ما يرام في النادي الاهلي في اجتماع مجلس الاداره يوم الاثنين القادم بعد عده اجتماعات للمكتب التنفيذي اللي انعقدت في الفتره اللي فاتت برئاسه الاستاذ العامري نائب رئيس النادي في غياب الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس الاداره كاملا. فالامور انا بحب اطمن حضرتك واطمن يعني جمهور النادي الاهلي انه بالسنه كده مش مع كل حاجه بسيطه او تراجع يحصل نوع من الخوف والقلق والحديث عن يعني بعض التراجع ظن منهم ان دي حاله ممكن تستمر. ده مش النادي الاهلي، وكمان في عهد مجلس الكابتن محمود الخطيب اللي هو واحد من افضل او ان لم يكن هو الافضل اللي لعب كره القدم في تاريخ كره القدم المصريه، ده مش مسموح بيه، والنادي الاهلي ان شاء الله هيقدم مباراه كبيره تليق باسمه وتكون خير بدايه للبطوله الافريقيه ان شاء الله. قبل ما ارجع لحضرتك للمباراه، عايز اعرف من حضرتك واطمن برضو جمهور الاهلي على صحه الكابتن خطيب. حضرتك عارف ان هو طبعا عمل طبعا اجرى عمليه جراحيه، وبعد كده كان بيخضع لعمليات او بيخضع لعلاج طبيعي في الامارات، فعايز اعرف برضو صحه الكابتن خطيب اخبارها ايه يعني تطمنا عليه. قبل ما ارجع لحضرتك تاني للاستعدادات الامنيه للمباراه وازاي طبعا استعدنا ليها، واكيد اكلم حضرتك، لكن اعرف من حضرتك صحه كابتن خطيب اخبارها ايه. الحمد لله كابتن عمر انه الكابتن محمود الخطيب اجرى جراحه ناجحه في العمود الفقري، اجراها له الدكتور باير في احد المراكز في المانيا، الطبيب الالماني الشهير اللي كان اجرى له قبل كده عمليه، ودي العمليه رقم 3 أو 4 في العمود الفقري، والحقيقه ان هم اضطروا يجروها يعني تحت وطئه الالم اللي كان بعد من التحسن جراء العلاج الطبيعي اللي عمله. نتمنى والطبيب الحقيقه دي تعليماته انه ده اخر تدخل جراحي الكابتن محمود الخطيب، وهذا هو التالي الراحه السلبيه لمده 6 أسابيع، ثم علاج طبيعي والقعده بشكل معينه وارتداء حزام داعم كده لظهره. لكن الكابتن محمود الخطيب يعني العاشق لكيان طبعا اكيد يقبل الحقيقه ان يلتزم بتعليمات الاطباء، وكان في النادي النهارده زي ما حضرتك شفت وقضى يعني فتره طويله. انا سايبه في النادي مثلا هو غادر الساعه 5 منذ الصباح الباكر، وتحت الحاح الحقيقه من كل محبيه ان هو يخلو بالراحه، لان الامور في احسن حالاتها يعني. فهو الحمد لله دلوقتي ما بيعانيش من الام، بيمشي كويس جدا، حالته الصحيه والطبيه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات الملايين طيبه، لكن ده يستلزم منه انه لا يقسو على نفسه
وانه يعني يلتزم تعليمات الاطباء ان شاء الله في المرحله المقبله. طبعا استاذ شريف عايز اتكلم مع حضرتك لنقطه استعداد النادي الاهلي الامنيه او الاستعدادات الامنيه الخاصه بمباراه الاهلي والترجي، عايز اعرفها من حضرتك، دخول الجماهير، بعثه الترجي، يعني عايز اعرف من حضرتك كل حاجه او كل ما يخص استعدادات نادي الاهلي لمباراه الترجي، وكمان عايز اعرف من حضرتك الجمهور والتذاكر. طبعا التذاكر طرحت الكترونيا تقريبا امبارح والنهارده طرحت لاعضاء النادي الاهلي، فعايز اعرف من حضرتك الاستعدادات الامنيه ودور الجمهور في مباراه مهمه زي مباراه الترجي التونسي، وهي اول مباراه في بطوله افريقيا، والفوز بثلاث نقاط يعني ان النادي الاهلي ان شاء الله بات قريبا من الصعود للادوار الاقصائيه. ان شاء الله. الحقيقه يا كابتن عمر انت عارف انه النادي الاهلي دايما بيعول على وعي جمهوره في مثل هذا النوع من المباريات. تمام. وكمان ايضا في اطار المنظومه شديده الدقه والانضباط اللي اتكلمنا عنها اللي بتحكم عمل النادي الاهلي، النادي والاداره التنفيذيه في قياده الكابتن محمد مركان المدير التنفيذي للنادي بيتعامل بمنتهى الجديه مع كل حدث بالذات في مثل هذا النوع من المباريات الكبيره. كان في لجنه عليا الحقيقه للاعداد والاشراف والتنسيق لهذه المباراه كانت برئاسه نائب رئيس النادي الاستاذ العامري فاروق، وبتضم في عضويتها اكبر الاعضاء سنا المهندس خالد مرتجي بكل خبراته الحقيقه في مجال كره القدم وعضويته في لجنه الانديه في الفيفا، بالاضافه الى السيد الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق وايضا المدير التنفيذي محمد مرتجي. اهتدت اللجنه انه يتم الحقيقه توزيع التذاكر عن طريق السيستم الاونلاين علشان كل وحد محتاج تذكره ياخدها، لكن يبقى معروف بالنسبه للنادي الاهلي وللاجهزه الامنيه وما يكونش في اي مشاكل او يعني بعض تعكر صفو المباراه. الحقيقه انه تم الساعه 6 النهارده طرح التذاكر في المنافس فوري وتحت اشراف شركه فالكون اللي مسؤوله عن تامين المباراه مسؤوليه كامله، وبدات الناس اللي حجزت عبر الاونلاين تتسلل الاعضاء، كل عضو بياخد اربع تذاكر بموجب الكارنيه بتاعه واصدقائه، في اقبال كبير على التذاكر ان شاء الله متوقع انها تنفذ يعني خلال ساعات فيما يتعلق بالتنسيق بقى والترتيب، بعثه الترجي هتوصل النهارده الساعه 10:30، في مندوبين من النادي الاهلي طبعا هيكونوا في استقبالهم في استاد برج العرب، منسقه المباراه وهي من رواندا وصلت وغادرت الى برج العرب وسط القاهره، الحكام ايضا في فريق من النادي الاهلي الان في انتظارهم في استاد القاهره لنقلهم مباشره الى برج العرب. الحمد لله الامور كلها يعني بتسير بانتظام والامور مستقره، التنسيق على اعلى مستوى مع الاجهزه الامنيه خاصه مديريه امن اسكندريه وقطاع الامن الوطني ومكتب السيد وزير الداخليه قطاع الامن العام لضمان خروج المباراه بالصوره المرجوه، خصوصا الحقيقه انه الامن وده كلام انا بقوله الحقيقه وكلنا نلمسه في النادي الاهلي لديه رغبه كبيره في انه الجماهير تعود الى المباريات وانه حتى نلعب في استاد القاهره، وكان يود الحقيقه الاجهزه الامنيه انها توافق لنا هذه المره على اللعب في استاد القاهره، الا ان هم يعني ارسلوا خطاب قالوا لضيق الوقت لن نتمكن من استخراج الموافقات المطلوبه، فهنلعب المره دي في استاد برج العرب على ان يتم النظر في طلب النادي الاهلي بلعب مبارياته الافريقيه على استاد القاهره ان شاء الله بدءا من المباراه القادمه. ففي تعاون الحقيقه كبير جدا، تنسيق على اعلى مستوى، اتحاد الكوره، كابتن محمد مرجان على مدار الساعه بيخوض غرفه عمليات مع مديري الامن في النادي الاهلي سواء مدير امن النادي في الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، وايضا مديري الفروع المختلفه ولجنه المباريات لضمان وصول التذاكر الى مستحقيها، ضمان يعني انه كل التسهيلات تتحقق سواء لفريقنا اللي وصل برج العرب وهيتمرن بكره ان شاء الله الساعه 7:30 او لفريق الترجي او للجمهور ان شاء الله ويقضي امسيه رائعه يوم الجمعه وتخرج المباراه بالشكل اللي يليق، ونتمنى على جمهور الاهلي انه يتعاون ويلتزم الحقيقه مع منظمي المباراه ومع شركه الامن ومع امن النادي وطبعا الاجهزه الامنيه وزاره الداخليه لضمان خروج المباراه بشكل محترم ولا يحدث ابدا فيها ما يعكر الصف او الخروج عن النص، لانه في النهايه دي رياضه كابتن عمر. النادي الاهلي الحقيقه بذل جهد كبير جدا ونتمنى انه هذا الجهد يتوج بخروج مباراه اولا في افضل صوره، ثانيا بفوز الفريق الاول لكره القدم ان شاء الله بنتيجه مجيده. استاذ شريف اخيرا يمكن معايا على الناحيه الثانيه الاستاذ عبد الكريم العبي صحفي من تونس، هو حاليا بيسمع حضرتك، انا عايز بقى من حضرتك تحيه خاصه للاشقاء التوانسه، وحضرتك عارف العلاقه الطيبه اللي ما بين مصر وتونس وايضا نادي الاهلي ونادي الترجي، ومش اول مره يلعبوا بعض، وبالتالي
عايز بقى من حضرتك تحيه. طبعا حضرتك المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي، فتبقى لفته طيبه من حضرتك في حال طبعا يعني رساله شكر ورساله ترحيب من حضرتك للجانب التونسي. اولا يا كابتن عمر، لا يمكن ان نرحب بفريق الرياضي الترجي التونسي في بلده مصر، فهو تمام. الحقيقه صاحب يعني وطن، وهو ضيف عزيز على مصر في هذا التوقيت، واحنا بنبقى سعداء جدا. يعني انا لسه خارج حالا من مكتب المدير التنفيذي، كنا في اجتماع مع الكابتن محمد مرجان والمهندس سمير عدلي مسؤول العلاقات الخارجيه، وكان بيتواصل الحقيقه مع الزميل الاداري اللي سبق البعثه من تونس وموجود في استاد برج العرب، علشان يطمئن ان كل التركيبات ستخرج بالشكل الذي يليق، خاصه ان اخواننا الحقيقه في تونس الخضراء بيبذلوا جهد كبير وخرافي عندما يحل النادي الاهلي ضيف عليهم. فمرحبا بفريق الترجي اللي احنا بنعتبره شقيق للنادي الاهلي في مصر، وان شاء الله الفريقين العربيين الكبار يقدموا مباراه تليق باسمهما وجماهيرياتهما في العالم العربي. بشكرك استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي على وجود حضرتك معانا.